اخويا انا ما كاين ما نقول لك راه محروق انا سنتقطع اخويا نتقطع اخويا صغير الطفل ولد واش عندها وعندها تكون عندها 5 سنين صغيره كاع والاخرى تكون عندها 6 ولا 7 الدريبه بزرقاء يرضى عقيل عاد عام عام وش شهرين انت عندك صدمه اخويا استمت مرتي اخويا مرتي اللي انا في الشيطان لا هو هذا الشيء اللي كاين شي اللي كاين اخويا سمعتك كتقول انه هاد المره ما تعوضش لي يا اخويا داك الصبر اللي صابر معايا انايا وما تعوضش مال لي في مي عمر ما هزت فيه من العين واخا عايروها وكلشي ما تشفي واحد العين تقول تشفي شي واحد العين اخويا كانت مراه كاين ما نقول لك اخويا كاين ما نقول لك عطى الله هو هذا قدر الله خويا قدر الله كيفاش ضربها شحال من ضربه ضربها فيك خويا شتا انا داك الشيء ضربها على راسها واقيلا ضربها على عنقره ثاني على عنقها اكثر من ضربه اه اكثر من ضربه شي 4 ضربات ولا 5 طلع هو هذا خويا شي عندك سمعتها قالت لي قال لها نقطع قال لي ما قلت لكم كاملين اخويا يعني قلت لكم كاملين انا تبعني هربت لي تبعني ما مقاداني راه طلعت تعاملوا معاه مزيان واخا واخا معاه شفت ديك الحاله هذوك الحاله قاعد الشعور هو من داير هادشي واش كان كيقول ملي شدو الجدارمية وطلعو اش كان كيقول الكلمة اللي كان كيقول كيقولك من قتل العجاج ما كاملين قالك من قتلت اللي تهنيت انا قالك هذا مولي هذا وين ارتحت هذا وين ارتحت اخويا قالك هذا وين ارتحت من قتل لي اخويا الزوزة ديالي هذا وين ارتاح اخويا قتلني انا اخويا وقتلش لي الزوزة ديالي امين اخويا امين اخويا ومرتي اخويا بجوج خطره واحده كان غيقتل لي العيله اخويا كان غيقتل لي العيله وقتل لي الوالده والدريه اختي كلشي كان غيفضي انت واحد ما كان غيخليه حسن الله هو هذا اخويا هاد الزوج دابا راه في حاله صدمه نورمالمون خاص على الاقل شي جمعيه هنا في المنطقه تتبع معاه لانه سيد نفسيا مدمر دابا فيا تصاحب تهدد تصاحب فيا خويا تصاحب فيا كنشدني كوقا سزني اش غنشد اخويا اش غنشد وشدني انا كوقا سزني راه هربت لي اخويا هربت لي هربت باقي مصدوم اخويا كنشوف هذاك الشيء اخويا مقيش اخويا كنشوف الحمد شي هذاك الشيء لا اله الا الله السيد خاصهم مصاحبه نفسيه لانه على الاقل ماشي سهله باش تشوف مرتك ميته وخوك قاتلها وتابعك غيقتلك انت وباغي يقتل امك حسب التصريحات ديال الام تاهي الله يا خويا الله كان غيفاديني كاملين اخويا كاملين كان غيقتلنا كاملين اخويا كاملين الله يا خويا الله امين اخويا امين اخويا امين اخويا امين امين كان معايا بخير ولا خير وما كنت خاصه حتى حاجه هاد لي البارح لنا شويه كيبان لي شويه دار في راسه هي هذيك خرج بهيم داهم يسرحوا مشى لحد جا من خاله مشى باش منظر على الموتور وجا حط الموتور في العشيه مشى جاب بهيم وكلهم ملي جيت هنا للخيمه انا في العشيه قلت له الخيمه فينهم قال لي راه ما عرفت فين زادوا قال لي شوف حتى فين مشى وهي هذه لقيت انا هنا نعيط لهم قال لي راه مشينا عند الدري خويا وهي هذيك انا بت هنا انا ما دخل عليك ودخل عليا انا البارح قردني انا راه بيت لي مرض البارح في الليل عشر وحده ذات لي مرض واش اللي كيمشي يجيب بهيم ويسرح بهيم ومشي يجيب ليهم ويجي هنا للخيمه ومرطب لي من خالق قال لي تعال نشربوا اتاي شربت مع اتاي شربت مع كل شيء وبخير وعلى خير ما عادي كتشوفوا تاك في البلاصه كيتنروض عاود ثاني جانا مع الصباح قعد هي ديك جاب بهيم ثاني دخلهم هو على الموتور ما عرفت المرة جات ودي حويجات من هنا ولا شي حاجة وغترجع عند دري خويا جيت دخلت لها طلعت لها من الفوق وقطعت لها قتلتها هادشي اللي ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة